طيب، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: هل دولة داعش أو الذين يسمون أنفسهم بالداعش تعتبر خلافة إسلامية راشدة؟ لا، هذه ليست خلافة راشدة. والخلافة الراشدة أن يجتمع كبار علماء الإسلام وكبار عقلاء المسلمين ويتدارس الأمر بينهم ويولون ولي أمر إذا لم يكن لديهم ولاية. أما هذه ما يسمى داعش أو غير هذا، هذه من الأعمال أعمال الفتنة وإثارة الشغب. الله أعلم أنها مدبرة ممن يعادون الإسلام حتى ينتشر بسببها الجهل بالإسلام وادعى أن الإسلام هو هذا. ولا يصح لأحد أن يسافر ليقاتل مع داعش وأمثالها، لا يحل له. نعم.